مراسلنا خالد التميمي يتواجد مباشرة معنا من مركز اللقاحات بالرياض. أهلا بك خالد معنا، كيف ترصد لنا الوضع في مركز اللقاحات والإقبال على أخذ الجرعة الثانية؟ نعم حسن، مساء الخير لك وللسيدات والسادة متابعي شاشة الإخبارية. أتواجد الآن في مركز اللقاح حيث عادت الحياة من جديد إلى هذا المركز بعد غياب دام أكثر من 20 يوما بسبب تأخر توريد اللقاح، حيث أعلنت وزارة الصحة يوم أمس في مؤتمرها الصحفي عن إعادة جدولة مواعيد المستفيدين من الجرعة الثانية من لقاح كورونا. طبعا بجانب الآن الأستاذ ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسر، سعيدين جدا بوجودك معنا، ونقول لك في البداية ألف الحمد لله على السلامة وقدامك العافية رب. الله يسلمك، شكرا جزيلا حقيقة يعني على وجودكم، وأيضا اليوم المواطن السعودي حقيقة يشعر بالفخر والاعتزاز الكبير على هالخدمات وما وفرت لنا القيادة. يمكن احنا شهادتنا مجروحة في وطننا، لكن أنا يمكن أستعين بشهادة أحد منسوبي الاتحاد من أحد الدول الأوروبية الكبيرة اللي فضل أنه يقدم على اللقاح ويأخذه في السعودية على بلده في أوروبا، نظرا للتسهيلات والإجراءات الأكثر من رائعة. فخورين حقيقة بوزارة الصحة وما تقدمه وكل الجهات الحكومية على تسهيل هذه الإجراءات، والحمد لله. يعني أنا وصلتني رسالة أمس من وزارة الصحة وقدمت أو عدلت الموعد وكان فيه سلاسة بشكل كبير جدا، وإن شاء الله يا رب أن تكون هذه هي الفترة الأخيرة من هذه الجائحة، وان الله يحفظ الجميع بحول الله ان شاء الله. استاذ ياسر، يعني عندما نشاهد الشخصيات الاعتباريه والمسؤولين في هذه الدوله يقفون في الصفوف الاماميه ويستفيدون من هذا اللقاح، اليوم ما هي الرساله التي توجهونها للمواطنين والمقيمين؟ ما في شك، هو اليوم اي جائحه على مر التاريخ انتهت بوجود اللقاح، والحمد لله اليوم كل الدراسات وتثبت، وشفنا احنا قيادتنا الملك الله يحفظه وسمو ولي العهد وكافة القيادات في الدولة أخذت هذا اللقاح. هذا يثبت يعني أعتقد يمكن أكبر محفز لكافة المواطنين. يمكن أنا مثال بسيط، الوالدة في بداية الأمر كانت متخوفة بشكل كبير، بعد ما رأت طويل العمر الله يحفظ الملك وسمو ولي العهد يعني كان القرار بشكل سريع. فأنا أدعو حقيقة كل الأخوان سواء المواطنين أو المقيمين بأنهم لا يتأخرون، لأنه اليوم كل ما زاد عدد الأشخاص اللي يأخذون اللقاح كل ما إن شاء الله بإذن الله سارعت في زوال هذه الجائحة بحول الله. ويعني إحنا محظوظين الحمد لله أن بهذا الوطن العظيم بهذه القيادة اللي وفرت كل شيء بشكل مجاني بشكل سلس، والله يديمها علينا من نعمة الحمد لله. سؤال الأخير لك، هل يعني كان هناك أعراض بعد أن أخذت اللقاح؟ والله الجرعة الأولى أبدا ما كان في أي أعراض نهائيا، يعني يمكن ألم الإبرة مكانها تقريبا خلال يوم، وألم بسيط جدا لا يذكر. وأعرف عندي اثنين من أشقائي الأكبر مني أيضا أخذوا الجرعة الثانية وأمورهم الحمد لله جدا رائعة، ما حسوا بأي أعراض، وإن شاء الله بإذن الله الأمور طيبة. أستاذ ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نشكرك شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، يعطيك العافية، تسلم. نعم حسن، يعني اليوم الجميع يعني يستبشر خير بعودة توريد هذا اللقاح، وبإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة سنشهد العديد من اللقاحات هنا في مركز اللقاح. الآن عودة من جديد لك حسن في الاستوديو، لك الكلمة والصورة، تفضل. كيف تقيس مستوى الإقبال في هذا الوقت، وكذلك ماذا عن فترة الانتظار للشخص الذي يريد أخذ الجرعة الثانية، المراحل التي يمر بها، هل هناك تغير فيها بعد عودة أو استئناف العمل؟ نعم حسن، يعني كما نعرف بأن اللقاح يعني غاب أكثر من 20 يوما، اليوم يعني الحركة تعود هنا من ساعات الصباح الأولى من الساعة 8 صباحا. اليوم عدسة الإخبارية يعني ترصد الحركة هنا من الصباح. طبعا من خلال حديثي مع أحد المسؤولين هنا ذكر لي بأن هذا اليوم ويوم الغد سيكون أكثر إقبالا من المستفيدين من هذا اللقاح أكثر من الفترة السابقة، وبإذن الله تعالى سيكون لقاح فايزر واللقاحات الأخرى والتي ربما الهيئة العامة للغذاء والدواء يعني اختبرت واحد من هذه اللقاحات وتأكدت من فعاليته، وبإذن الله تعالى نتمنى الشفاء العاجل
لجميع المصابين من هذا الفيروس، وأن يعم السلام في أرض المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم. هل هناك رسائل محددة وجهتها وزارة الصحة لمن يريد أخذ الجرعة الثانية خلال اليوم الماضي؟ نعم حسن، اليوم المستفيدين جميعهم هم المستفيدين من الجرعة الثانية. اليوم عند قدوم أي شخص هناك يعني رحلة تبدأ من دخولهم من البوابة حتى خروجهم من البوابة الأخرى، تتمثل في يعني الدخول، بعد ذلك منطقة الفحص البصري، بعد ذلك التسجيل، ومن ثم الذهاب إلى منطقة الانتظار، وبعد ذلك يقومون تقوم الطواقم الصحية هنا وأبطال الصحة بأخذ المواطن أو المقيم إلى عيادة التطعيم، وبعد ذلك ينتظر لمدة ربع ساعة هنا بالاستراحة، وبعد ذلك يغادر هذا المكان وهو محمل بباقة ورد. خالد التميمي مراسلنا من الرياض بالتحديد من مركز اللقاحات، شكرا جزيلا لك.